في أخبار الطقس الآن، حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر اليوم الأحد على ثلاث مناطق من التراب الوطنية. وأفاد الديوان في تنبيه له من المستوى الأول أن الولاية المعنية هي كل من الشلف، عين دفلة وغليزانة. وأشارت المصلحة أن موجة الحر مرتقبة من الساعة 6 صباحا إلى غاية 9 ليلا.